الطاف يرحل الفدوى اتقبل بهم يا حسين. يا موجة الزهر وقلب المامو من غضب حقه ومن ضلع المالو. يا سمع دراز الحسين يتلو هذه الآية. ضربت راسي بالروشن وقلت راسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. ماتم وحق قلبك المنة تلب ماتم لك بقلوبنا يا حسين. ماتم بكر يوم 20 سبايا الحسين طبوا للكوفة يوم 11 يوم 21 مشوهم للشام 10 أيام بالطريق. يوم 1 من صفر طببوا سبايا الحسين الى الشام 40 منزل. طلعوا سبايا الحسين من الكوفة الى الشام مروا بالسبايا 40 منزل. كل بلدان كما تدري الان بلدة كلها موالية لأهل البيت. مو الان اكو بلدان بلدة كلها معادية لأهل البيت. ذاك الزمن همشكوا مروا بسبايا الحسين سلام الله عليه مروا على حمص وحما. من مروا طلعت اهل حما تصيح ذرية نبينا بهذه الحالة. النساء تصرخ الاطفال تبكي يناولون اطفال الحسين الطعام. سألت زينب ما اسم هذا البلد؟ قالوا لها حما. قالت حما الله من الآفات. زينب حما الله من الآفات. الآن يقولون لو جاعت الدنيا البلد ما يجوع من دعوة زينب. مروا بسبايا الحسين على جبل جوشن يمحلب هذا في قبر المحسن ابن الحسين زوجة الحسين من التعب والسيف. جاعت الدنيا البلد ما يجوع من دعوة زينب. مروا بسبايا الحسين على جبل جوشن ينحلف هذا في قبر المحسن ابن الحسين زوجة الحسين من التعب والسيف والحار والضار. اسقطت يا اخي المرأة اذا اسقطت تنحل اعضاءها تمر. هاي زوجة الحسين اسقطت. زينب اهتمت في امرها. طلعت زينب اجت الى عمال يصنعون بالجبل ينحتون منه فدور ينحتون منه صفر. ايه طلعت قالت لهم اطلب منكم بعض اللوازم عندنا مرأة نفسها اريد لها بعض اللوازم. قالوا لها من انت؟ قالت انا ابنة علي. شتموها وشتموا علي دعت عليهم فانقطعت عنهم البركة. عاد زين العابدين اسألها العمت قالها عم هذا السقط ذكر ام انثى؟ قالت لا السقط ذكر. قالها عم اريد تسموه محسن. ليش؟ يعني هذا مثل المحسن الذي سقط بين الحائط والباب. لسه قبر المحسن ابن الحسين يوم جبل جوشن هناك. مروا بسبايا الحسين سلام الله عليه على دير النصارى. من وصلوا لدير النصارى معاهديهم للنصارى بانه اذا مر
اذا مر عسكر تطوهم الدير حتى يستقرون دي. الديراني نظر الى رأس الحسين، نفراني نظر الى رأس الحسين، شاف انواره تشرق. اجل الذي يحملون الرأس، قالوا معطوني هذا الرأس اطب داخل الدير. قالوا لا ما يصير، لازم نخليه الرأس على الرمح ونحرسه. قال اعطيكم 10,000 بس اعطوني الرأس خل اطب داخل وانا ضمين لكم. شالوا الصبيه، اخذ الرأس غسله بالمسك والكافور وطيبه وخلاه امامه وصح. هاي صوره الرأس الان موجوده بمتحف المانيا، صوره الرأس، لان الديراني خط على الحجر صوره للرأس، خطها على الحجر، خلال الرأس امامه وجمع القسيسين كلهم فنوا ركبهم وقابلوا الرأس. هذا قام يحاكي للرأس يقول له يا رأس رؤوس بني آدم، يا رأس رؤوس بني آدم، ويا أكرم جميع العالم، إني أرى لك جاها وشرفا، ألا تخبرني من أنت؟ وإذا بالرأس الشريف ينطق أنا الغريب، أنا الذي جدي محمد المصطفى، أنا الذي أبي علي المرتضى، أنا الذي أمي فاطمة الزهراء، أنا الذي أخي الحسن المجتبى. قام النصراني قطع زنارين، نصارى أسلمت على رأس الحسين سلام الله عليه. مروا قصر بني مقاتل، دخل ابن سعد هو والجماعة وياه إلى القصر وذبوا سبايا الحسين بالبر ظهرية، الأرض تلتهب بنار، وذبوا سبايا الحسين سلام الله عليه. زينب أهم ما عندها زين العابدين، زين العابدين بالبر وين تودي مريض عليل؟ خلتها بظل الجمل بظل النار وجعلت تروح له بكمها، طرف ثوبه تروح له وتبكي وتقول له يا ابن أخي يعز والله علي أنا أراك بهذه الحالة، يا ابن أخي ما أصنع؟ طفلة من فتيات الحسين شافت لها شجرة ضربت البر، ركضت إجت للشجرة جمعت التراب وسادة نامت عليها، نامت بقيت نائمة ما انتبهت، مش الظعن عند العصر وهاي الطفلة نائمة، ما أفاقت إلا عند الغروب، وإذا ترى نفسها بالبر وحدها. قامت تمشي على العثر وتنادي أخي سكينة، ألست أنا عديلتك على المحمل؟ أخي سكينة كيف تذهبين وأبقى وحدي؟ القوم يسيرون وإذا الرمح الذي عليه رأس الحسين قد وقف، وعين الحسين شابحة إلى آخر الظعن. اجوا لابن سعد قالوا رأس الحسين وقف، قال ما أدري، سأله ابن زين العابدين، اجوا لزين العابدين ان الرمح الذي عليه رأس ابيك قد وقف، قالهم ان ابي يرعى عياله واطفاله، خاف وقعت مرأة، خاف وقع طفل، خاف طفلة، جعلوا يتفقدون العيال، واذا بالصوت قفوني اليتيمة، قفوني للعليل، قفوني للضعيف. زينب لما سمعت صوت الطفلة رمت بنفسها واقبلت تمشي على الأنين على البكاء، الى ان وصلت زينب واذا امرأة جالسة والطفلة نائمة في حجرها، الطفلة تبكي والمرأة تبكي لبكائها، الطفلة تنشج والمرأة تنشج لنشيجها. وقفت زينب قالت من انت ايتها المرأة؟ جزاك الله خيرا، تسهرين على اطفال اخي الحسين، واذا الكلام بني زينب انا امك فاطمة. مرحبا بدمعتك الحسينية بني زينب.
غير أبان أمك فاطمة الزهرة أتظنين أني أغفل عن عيال ولدي الحسن ما بين ما هم مسجين بالضعن للشامات ناوين عوشب بروم حراس الأحسن تناخوا على شهل أربعين ما قدروا وردوا معيسين ينادون يا التكوين وقف راس ابوك حسين الحين لا تلا الضعين يدير بالعين قال لهم تفقدوا النساوين يا طفل يا طفل مطيحين قاموا يفقدون الخواتين لم صوت يشجى الصخر وين كانوا اليتيم يا المضعين هذه يتامكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي أرجع لك ولادي تقبل بهم يا حسين عباسي وباقي العدوان بالطف يا رحولة فدوة تقبل بهم يا حسين.